مساء الخير. وثيقة الأخوة الإنسانية يلي وقعت في شباط من العام 2019 كان هدفها بحسب ما أعلن في خاتمتها أن تكون شهادة لعظمة الإيمان بالله الذي يوحد القلوب المتفرقة ويسمو بالإنسان، وأن تكون رمزا للعناق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وبين كل من يؤمن بأن الله خلقنا لنتعارف ونتعاون ونتعايش كأخوة متحابين. واليوم وبعد مرور 5 سنوات، السؤال الأبرز يلي بيطرح: أين أصبح تطبيق هذه الوثيقة يلي كانت خلاصة عمل مشترك بين الفاتيكان والأزهر وسط كل ما يعيش عالمنا من دمار وحروب وقتل وإرهاب وتطرف وانتهاك لكرامة الإنسان وإبادة جماعية، لا سيما ما يحصل في غزة على يد العدو الإسرائيلي؟ ولمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية يلي بيصادف بأربع شباط، بنظم التيار الوطني الحر ندوة يوم الاثنين عن وثيقة الأخوة الإنسانية بين النظرية والتطبيق بمشاركة دينية مسيحية إسلامية واسعة ودبلوماسية عربية، وطبعا دائما بحسب نهج الرئيس العماد ميشيل عون بالانفتاح. وللإضاءة أكثر على هذه الندوة سيكون ضيف اليوم بنمط بيروت منسق قسم المرجعيات الروحية في التيار الوطني الحر جابي جبرايل. أستاذ جابي مساء الخير وأهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز بالأو تي في. مساء النور وشكرا جزيلا على الاستضافة. أستاذ جابي، كيف بلشت أو كيف إجت بالأساس فكرة إقامة مثل هذه الندوة بعد 5 سنين على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وسط كل هذا الضباب يلي بلف عالمنا، تحديدا عالمنا العربي وكل ما يحصل حوالينا في لبنان؟ سؤال كتير مهم بوقته. نحن الوثيقة وقعت بال 2019، صحيح، والظرف يلي مرقنا فيه كان ظرف استثنائي، يعني بال 19 20 كذا كورونا وما شابه. نحن الندوة مش بس الوثيقة، في سؤال حدة بين النظرية والتطبيق، صحيح، لأنه كان في بعد ما حصل، يعني ما كان في إمكانيات عند الكل للتعاون. أما الوثيقة بحد ذاتها، الوثيقة شغلة كتير مهمة وتبقى وثيقة، لأنه يلي بيقرأ بنودها وبيقرأ المفاصل جامعة، ما فيها شيء مش موجود، وفيها الفكر الجامع ما بين يلي اجتمعوا وقرروا، ونحن بأمس الحاجة لهذا الواقع يلي يكون منفتح على كل شرائح المجتمع، ويكون فيها يعني الخطوة اللي قام فيها قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس مع الشيخ أحمد طيب الأشرف الأزهر الشريف. بتصور كانت من أعظم ما حصل من فترات، يعني في هذا القرن ستكون هذه الوثيقة هي محطة أساسية في تاريخ الإنسانية، لأنه ما خلى مفصل، صحيح، على مستوى الإيمان والعودة إلى الله والمحافظة على الإنسان كإنسان، الإنسان بكرامته، الإنسان بإنسانيته، الإنسان بمحبته، الإنسان بتواصله. هون نحن منقول إنه هذه الوثيقة هي المرجعية، ونحن كطيار وطني حر ومن ضمن اسم المرجعية العلاقة مع المرجعيات الروحية، كان في إنه لازم يكون في بين النظرية والتطبيق. نحن كطيار وطني حر معروف عنا فعلا منذ انطلاقتنا بفكر الرئيس الجنرال ميشيل عون، الانفتاح، قبول الآخر، التواصل على مساحة كل الوطن، خارج الوطن، المشرقية العربية الجامعة. نحن هيدا فكر التيار الوطني الحر، مش جديد علينا. فلذلك كانت هذه الوثيقة بالتعاون مع كل اللي هني بالندوة من محاورين ورجال دين مسيحيين ومسلمين، وسيكون في كلمة لا نائب الرئيس للشؤون السياسية السيدة مارتين نجل. هيكون، لأنه نحن كقسم مرجعيات روحية منذ ولادة التيار على مستوى الدستور نحن تابعين مكتب الشؤون السياسية، ترأسه اليوم ست مارتين نجم كتير. ورح يكون في طبعا كلمة ختامية لرئيس التيار النائب جبران باسيل، حكما انه هذه الندوة بده معالي يكون فيها خلاصة بالاخر بموضوعها. نعم، لكل عنا 3 دكاترة مع 3 مشايخ مع رجال دين، رح يكونوا كلهم سوا بيتعاونوا كل واحد من موقع معين للإضاءة حول
المسار الجديد لهذه الوثيقة من هلأ لسنة الجاية مثل اليوم، شو ممكن يكون في من التطبيق على المستوى المجتمع، الإنسان، المؤسسات؟ لأنه الوثيقة طبعا أستاذ جابي عن كل مصطلح في هذه الوثيقة والفندو، بس أنا اليوم لفت لنظري ماذا كتب المحلل السياسي والكاتب قاسم قصير عن أنه هذه يعني أحد النشاطات اللي عم بيقوم فيها التيار الوطني الحر هي في إطار أيضا كسر الحصار الذي فرض على التيار منذ 17 تشرين وما تلاها، وهيدي الندوة من شأنها طبعا كما يعتبر التيار والكاتب تعزيز الحوار حول النموذج اللبناني ودوره في العالم العربي وهو في صلب اهتماماته. هذا الحصار يلي فرض منذ 17 تشرين وشيطنة بعض يعني رئيس التيار وصولا إلى يعني ثورة عملت فقط على الرئيس عون وكل ما حصل من وقتها، إلى أي مدى التيار يثبت أنه هذا الانفتاح وانفتاحه ومشرقيته يعني ودائما انفتاحه حول دول العالم والمسيحيين في الشرق، إلى أي مدى عم يثبت يوم بعد يوم أكتر هيدا الشيء وعم يكسر النظريات يلي بتقول أنه لا التيار محاصر وما بقى في حدا عم يتعاون مع التيار الوطني الحر؟ أول شيء مشكور الأستاذ قصير لأنه فعلا أطل بنظرية الانفتاح بالتيار، فمشكور واستوقفته واستوقفت الكل. بس أنا بقول لك بكل صراحة، نحن الأساس يلي سبق وقلته انه نحن تيار منفتح، تيار جامع، تيار ما في فرق لا بالجنس ولا بالعرق ولا بالفكر. انطلاقتنا كانت هيك، من هون كانت التمسك بالوثيقه حول نظريه والتطبيق. نحن يلي قالوا مزبوط، حصل بثوره وحصل هجوم وحصل شيطنه، ولكن نحن ما زلنا موجودين بقناعتنا، بفكرنا، بانفتاحنا، بإنسانية وروحية التيار الوطني الحر يلي انبثقت من الرئيس العماد ميشيل عون وكملها معالي الوزير السيد جبر بسيل. دور التيار في أن يكون جامع منذ العام 1988 وتولي الرئيس العماد ميشيل عون الحكومة الانتقالية في وقتها أستاذ جابي، يعني كان في الرئيس عون عم ينادى ب يعني وحدة الصف والانفتاح على الآخر مقابل ميليشيات من مزبوط. كل الطوائف مزبوط. يعني طبعا نكون عم نحكي عن طائفة واحدة من كل الطوائف كانت عم تنادى بالكانتونات وبالتقسيم وبكل هيدا. إلى أي مدى منذ العام 1988 إلى اليوم ولا يزال هذا الفكر يسيطر على التيار الوطني الحر؟ لأنه في البعض طبعا يعني يقال أنه لا صار التيار يعني هناك نزعة تطرف مسيحي لدى التيار، ماذا تردون على هذا الأمر؟ نحن تيار جامع وليس حزب يعني مرصوص بحكم يعني نظامي عسكري، هو تيار وهو حالة شعبية عونية. نعم، هذه الحالة الشعبية كانت البصيص، هذا الأمل اللي خلقه شخص اسمه الجنرال ميشيل عون، خلق بصيص أمل لهذه الدولة ولهذا الشعب انه نحن لازم نتعاون كمواطنين. حكي بالمواطنية، حكي بلبنان يلي هو اصغر من ان يقسم واكبر من ان يبلع. هذا العماد ميشيل عون بفكره، اطال الله بعمر العماد ميشيل عون فخامة الرئيس يلي هو صاحب هذا الفكر النير، هذه الانطلاقة، هذا الجنرال. يعني انا ما فيني إلا ما أوصفه من خلال معرفتي فيه، هذا فكر، هذه ظاهرة لن تتكرر في لبنان. ميشيل عون نترك السلطة وما قالت إليها والسياسي، نحن نتطلع إلى فكر العماد ميشيل عون، فكر الجنرال ميشيل عون، الثقافي، الفكري، المنفتح، قبول الآخر، التعاطي، التعاون. هذا الفكر نحن اليوم التيار الوطني حر كمله مع الوزير سيد جبران بسيل. هذا مهندس، جبران بسيل مهندس ويهندس هذا الفكر، فكر الجنرال ميشيل عون. هو قيم على هذا الموضوع، والجنرال ميشيل عون مقتنع تماما أن هذا المسار للتيار الجامع لعدد من الشباب والمفكرين والأساتذة والمحامين والفنانين يلي الوثيقة حكيت عنهم،
الوثيقة نادت كل هذه الطبقات وتحديدا المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل واللي عندهم وصول. نعم من هون كان انه لازم كل الجامعات، رؤساء الجامعات، كل الاشخاص يكونوا موجودين نحكي بالنظرية ونحكي بالتطبيق. الوثيقة بتحل كل المشاكل. أستاذ جابي، بس إلى أي مدى بعيد التطبيق عن النظرية؟ يعني يلي بنقرأ، أنا قريت الوثيقة من الألف للياء، يعني كلها بتحس كأنك عن جد عايش بالعالم المثالي. الوثيقة إلى أي مدى صعب تطبيق هذا الأمر؟ بدي أقول لك شغلي حضرتك، من يلي عندهم باع طويل في الاستضافة، بس بدي أقول لك شغلي، يلي قري الوثيقة يلي فات بتفاصيلها وبنودها، حذرت الوثيقة بال19 من أنه هناك حشد لجمع سلاح، لقهر ناس، لتفجير، لتشريد، الإرهاب وإدانة التطرف تحديدا بهذا البند اجت على ذكره. ونحن نعيش الدين في السياسة، ما يعني ما حذرت عنه بنود الوثيقة عم نعيشه اليوم بمأساة، بقتل الطفولة، بقتل البراءة، بسح العالم، هيدا عم نعيشه اليوم نحن. يلي هني قالوا يجب أن نتلاقى ونكون إلى جانب الإنسان بإنسانيته. نحن منعرف تماما أنه بدون محبة ما في بشر. نحن عودتنا إلى الله، الله الكل محبة. الله محبة، ونحن مع المحبة مع الشريك الآخر، مع محبة الله بهذه الرحمة، مع الشريك الثالث محبة الله، مع الأخوة. نحن بمثل حاجة لنرجع للأصول، للجذور، للعودة إلى الوثيقة والعمل على تطبيقها من خلال بنودها. وهيك بنكون فعلا كتيار وطني حر، نقوم بالواجب الوطني الإنساني المميز نظريا وتطبيقيا. أستاذ جابي، إذا بدأ أرجع على شو رح يصير نهار التنين، رح يكون في كم محور في هذه الندوة؟ رح تمتد ساعة ونص على ما أعتقد. نعم، في لكل مشارك من المشاركين، إذا بدك مستعرضهم، إذا فينا نستعرضهم أكيد. يعني المقدمة الإعلامية هي ماري تريز حنين، ست محترمة مثل ما بتعرفي، وهي قديرة وبتطلع على التلفزيون. في الكلمة الأساسية لنائبة الرئيس مارتين نجم كتيلي، لأنه هي نحن اليوم كمكتب شؤون سياسية بعاون الوزير باسيل هي الأساس، وهي صاحبة العمل الدؤوب مع كذا قسم من خلال هذا المكتب على نشر فكر التيار الوطني الحر. يلي رح يكون المحاور هو صاحب يعني نظرية مميزة بهذا الحقل، هو الأب شربل، الأب الأنطوني. نعم، أب أنطوني، ولكن هو متمرس بعدة محطات، وهو رئيس نقابي، هو عنده الأيقونات، وهو مبدع مفكر، روحانيته تتميز بهذا الفكر المنفتح، وكان أكثر من الأشخاص اللي مشجعين وداعمين لهذه النظرية، وهو حيكون كمحاور للكل. في المطران، سيادة المطران ميشيل عون، راعي عبر رشيد جبال المارونية، في الشيخ محمد حسيران يلي هو صيدا والزهراني، المفتي الجعفر لمنطقة صيدا والزهراني، في الشيخ خالد عثمان يلي هو بيروت الكرامي، رئيس اتحاد بيروت الكرامي، وبعدين في هؤلاء ثلاثة رجال دين، بعدين في ثلاثة دكاترة علمانيين، الدكتور محمد شيا، الدكتور سعود المولى، والدكتور ناجي خوري، كلهم من موقعه، يعني واحد الحوار الإسلامي المسيحي، واحد الفكر التلاقي، واحد الأكاديمية. يعني الدكتور ناجي خوري، نعم، هو يعني بيحكي دائما ب26 عيد العذراء، العذراء الجامعة، بعيد البشارة ب25 أدار، نعم ب25 بيحكي عن هذا الفكر، أنه دائما بيكون في هذا المحطة، وهو مسؤول أو أمين عام الأكاديمية اللي تأسست. ونحن بنعتبره للدكتور ناجي خوري أحد أعمدة اللحمة ما بين المسيحي والمسلم من خلال رفع شأن هذا العيد، عيد 25 أدار، يعني أصبح عيد جامع وموحد، أصبح عيد جامع، كان له فضل له فيها
الدكتور خلينا ناجح. اخذ بريك لارجع احكي انه وسط هذا العالم الذي نعيشه الى اي مدى ما زال هناك دور للمفكرين والمثقفين والناس اللي بتدعي الى الحوار وسط كل كثير مهم. وسط كل هالسرعه والسوشيال ميديا يعني والبهرجه اللي عم نشوفها. مشاهدينا بريك صغير وبنتقل معكم للقسم الثاني من نبض بيروت تكمله، واكيد دائما مع الاستاذ جابي جبرايل حول الندوه اللي رح بتصير نهار الاثنين لوثيقه الاخوه الانسانيه. بريك صغير وبنتابع من بعده حلقتنا. رجعنا لكم مشاهدينا بالقسم الثاني من نبض بيروت. استاذ جابي، كنت عم بسالك عن الوثيقه تتوجه تحديدا الى المشاهير والفنانين والاعلاميين والمؤثرين وكل هيدول الناس، ببند عم بتقول لهم فيه انه يعيدوا اكتشاف قيم السلام والعدل والخير والجمال والاخوه الانسانيه والعيش المشترك لتكون يعني طوق نجاه للجميع. الى اي مدى هيدا الدور يلي مطلوب من المشاهير والفنانين والفلاسفة عم يتحول إلى مكان آخر وعم بيصير مسطح إلى حد ما؟ أكيد من دون التعميم في ناس بتضل عندها هذا الفكر، لكن هناك تسطيح أكثر وسط هيدا عصر السرعة يلي عم نعيش فيه. بدي هنيك على سؤال كتير دقيق ومحدد. الوثيقة توجهت من بعد، أنا بعرف كيف تم تحضيرها يعني من الأشخاص اللي حضروا وشاركوا فيها، بس يتوجه للمفكرين أول اسم، تاني واحد للفلاسفة، لك كيف؟ بعدين رجال الدين، يعني أصمها بتلات شقفات، بعدين الفنانين والإعلاميين والمبدعين، يعني ما خلى شريحة المجتمع ممكن إن تفيد في تطبيق هذه الوثيقة إلا ما قال حددهم، حدد مبدع، فيلسوف، رجل دين، مفكر، فنان، إعلامي، ما خلى حدا. يعني تفضلوا، نحن لازم نتوافق كلنا على محبة الله، ولكن بمحبة، برحمة، بأخوة، وبتنوع، بتعاون. ايه، هذا القبول عندما بتقبلي الشخص الثاني بدك تطلعي فيه من خلال إنسانيته وليس من خلال لونه أو ديانته أو مرجعيته أو عرقه. اهتمامه أو عرقه، نحن نتطلع إليه من خلال إنسانيته، إنه أخ لك في الإنسانية، نقطة على السطر، هذا هو إنسان. أما ما تطرقت له بالآخر، الإنسان الجيعان، الإنسان البردان، الهيكل العظمي، الحروب، نعم، حكيت عن المرأة، حكيت عن الطفل، رح نحكيهم كلهم نفند هذه، ورجعت راحت آخر شيء على المسنين، على بيوت العبادة ودور العبادة، المعابد، الكنائس، والمساجد. يعني ما خلت الوثيقة، وبانطلاقتها كانت عم بتقول نركز على محبة الله والإيمان بالله ونكون أخوة في هذا اللقاء. استاذ جابي، في كمان شيء لفتني جدا، انه بتقول بما معناه انه اليأس ادى اما الى الانخراط في دوامة الالحاد والبعد التام عن الله، او الى التطرف الديني والقتل باسم الله، ودعا الجميع طبعا الى وقف استعمال الدين او استخدام الله وكلمة الله لتبرير القتل والارهاب. نعم، هيدي من اخطر المحطات، لانه هي بتقول يعني نحن ما لازم نستعمل ابدا الله للقتل في للقتل كل أبداً. اشاره الى التطرف، منه يعني. بحاجه الله، منه بحاجه، يعني هيدا عمليه القتل باسم الله او باسم الدين، هيدا عمل اجرامي مرفوض، لانه الانسان الله خلقه ليكون عايش بكرامته بحريته، وهون ركزت الوثيقه على حريه الانسان، وهي اهم نقطه، الانسان بدون حريه هو مش انسان. فلذلك بلشوا بالحرية، يعني بالنقاط اللي قالوا انه نحن توافقنا. صحيح. فاننا نؤكد على الاتي، القناعة الراسخة بان التعاليم الدينية صحيحة، بعدين رقم 2 الحرية، رقم 3 العدل القائم، بلا عدل بلا ما هو عالم ابعد ما يكون عن العدالة والعدل. الأربعة الحوار والتفاهم، نشر ثقافة التسامح. نحن هون بحب أقول لك شغلة، نحن نتمتع بنظرية إنه المحبة تمحي كل شيء، بدون محبة ما فيك تتسامحي، بدون محبة ما فيك تغفري. نحن الإساءة إذا منقابلها بإساءة
فعلا بنكون ضد الوسيقة. التلاقي على مبدأ المحبة والفكر هيدي نقطة أساسية في تنفيذ بنود الوثيقة. بيحكي عن الحوار بين المؤمنين والحوار مع غير المؤمنين، يعني حتى الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله لازم يكون في كرامة واحترام. بيحكي عن حماية دور العبادة اللي حكينا عنها، مساجد يعني محطات مؤسسات. وسط ما نشهده، ما بدنا نفوت بالسياسة، بس وسط ما نشهده في غزة فعلا حذرت منه، يعني هو إنساني. نعم نقع فيه، نقع فيه على مستوى الإنسان والفقر والحروب والتشتت يلي هني عم بيحكوا عنه هلا. بيحكي عن قمع الناس من بيوتها، من 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 مؤسسات عبادة جماعية. يتحدث عن هذا التعبير تحديدا ايضا. اتخوف من هذا بسنة 19. صح. بيحكي عن الارهاب البغيض يهدد امن الناس. 8 مفهوم المواطنة، وهيدا نحن كنا عم نحكي عنه، المساواة بالواجبات الحقوق، هيدي العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكامل في مجتمعاتنا. نحن عم نحكي على كامل الكرة الأرضية، ما عم نحكي عن بلد فيه مسيحية وإسلام، عم نحكي عن بلد عم نحكوا عن الهندوس، يمكن عن يلي الذين لا يعني مش تحديدا فقط عن الأديان السماوية. صح. في قوة إلهية تسير هذا الكون، ومن إحدى نعمها هو الإنسان. الإنسان نعمة من الله، لذلك هون أهمية هو الإنسان، صورة هذا الله، صورة حسب هذا الله. الإيمان. نعم. المسيحي. نعم. بعدين حكي عن العلاقة ما بين المشرق والمغرب، هيدا الشرق والغرب. نعم. هذه الحضارات المتنوعة، هذه التكنولوجيا الجارفة، واللي تحولت إلى صراعات أستاذ جابي هلأ، ما عادت حوار. نحن منقول التكنولوجيا هي ضرورية، ولكن إذا راحت باتجاه هدام في مشكلة على مستوى إنسان. نحن اليوم بالإحصاءات يعني أصبح التكنولوجيا ضرورية وما فيك تعيش بلاها. ولكن عم بيحذر، يجب العودة إلى الإيمان بالله واستعمال ما هو من أخلاقيات المشرقية مع التكنولوجيا الحديثة المغربية لصالح الإنسان والمجتمع، للإفادة أكثر من للهدم. نعم، مش للهدم. حكي عن الاعتراف بحق المرأة، هذه الوثيقة فعلا يلي هي منضية، يعني بصراحة يعني كتير مهمة، إحدى أهم المرجعيات الإسلامية. نعم. في نعم. العالم هذا بدنا نقوله. نحن بس يكون الأزهر الشريف بشخص الشيخ أحمد الطيب بيقول إنه هذه الحقوق لهذه المرأة إنساني متكاملة، بتسجل لهالمرأة دور أساسي في المجتمع. هيدا كتير مهم، عدم تهميش المرأة ودورها والاعتراف بحقها في التعليم والعمل أبداً وممارسة حقوقها السياسية. أبدا، هيدا الشيء اللي بعده كتير يعني خجول في العالم العربي. هيدا البند العاشر هو من أهم البنود بتحقيق المساواة، يعني حقوقها السياسية وضرورة موحة، وكذلك وجوب العمل على تحريرها. لمين؟ للمرأة طبعا. وهون بقول أنا التاريخية هذه والاجتماعية الوثيقة يجب العودة إليها في التطبيق، لأن مرجعي من خلال الحبر الأعظم بابا فرانسيس ومن خلال شيخ الأزهر الشريف، يعني نحن ما بقى في عنا أهم من هيك وثيقة روح فيها على التطبيق. بيحكي عن حقوق الطفل. نعم. بالبند 11، وبيحكي عن الأسرة. هذا يلي بدي أسألك عنه هذا السؤال، بس خليك تفضل بالقبل لأرجع أنا حط سؤالي. تفضل. الأسرة وتحديدا هون يعني البارتية اللي أنا بدي أحكي عنها، ما بعرف، خلينا نشوف يعني، لأنك كنت 11 على صفحة 4 آخر شيء. أهمية الأسرة. صح. نعم. تظهر ضرورة الأسرة كنواة لا غنى عنها للمجتمع والبشرية، لإنجاب الأبناء وتربيتهم وتعليمهم وتحصينهم بالأخلاق وبالرعاية الأسرية. نعم. فمهاجمة المؤسسة الأسرية والتقليل منها والتشكيك في أهمية دورها هو من أخطر أمراض عصرنا. نعم. هيدا البند وسط الهجوم على قداسة البابا فرانسيس في كل ما حصل بموضوع، بحب قلك هاي كانت البداية للاتفاق على اللي ورد بالنقطة الثانية، يعني هي سبقت نؤكد على الآتي. ليه؟ لأنه اجت جامعة من بعد المقدمة قالوا الأسرة
الأسرة اللي هي مكونة من أب وأم وأطفال. نعم. يعني وهيدا الإنجاب، عدم تحول مفهوم الأسرة إلى أمر آخر. هو بفعل الله، الإنجاب هو مسيرة كونية الله هو يلي وضعها. نحن بالتأكيد بهذه الوثيقة أنه نحن أمام مسار ما ممكن نروح باتجاه تشعبات اليوم عم تخلق ضد العيلة، ضد المسار. مشان هيك بقول ثقافة الغرب والثقافة الشرقية عنا الأسرة نحن بعد اليوم مش مفككة، بعد أساس. نعم. اليوم عنا واحد مثلا بحتاج بروح لأهله، بروح لعيلته، لعشيرته، لبيئته. بأوروبا لا، بأمريكا لا. فلذلك عندهم تكنولوجيا، بيسأل على على على, على الرقم إذا كان في مجال إنه يروح عن بيه، بيطلب إذن تروح عن بيه. نحن هون لا. هيدي اللقاء يعني الثقافة الشرقية مع التكنولوجيا الغربية، لازم تحافظ على الإنسان، العيلة، الأسرة، الطفل، المرأة، المسن، المسن. يعني كل مكونات العيلة. المسن هو بالبند 12 حكي عن المسن بشكل مهم جدا. شو بيقول؟ بيقول حماية المسنين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمستضعفين. يعني الضرورة الدينية لدعمهم وتوفير حماية لهم، مش بس المسن، الضعيف وذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هذه يعني الوثيقة فندت كل شخص ضعيف في هذا المجتمع. أبداً. إذا بدنا هذه الوثيقة جامعة المحبة من هون والرحمة من هون، وجامعة كل ما ورد في الكتب السماوية والديانات السماوية حول صيانة الإنسان ودعم الإنسان. لأنه بيقول بإحدى محطاته حماية إنسان يعني أن تحمي كل العالم، قتل إنسان تقتل كل العالم. ما هي هيدي المرجعية، أنك أنت تعود إلى الله بإيمان، بمحبة، بقناعة. لأنه إذا أنت مؤمن وفزعان ما بيسموه إيمان. الإيمان هو أنك تلتجي إلى الله بمحبة، هذا هو الإيمان. أما أنت تكون خايف وتؤمن لأنك خايف، الإيمان ليس خوف، هذا منه إيمان. الإيمان هو يعني هو الوثيقة كانت واضحة جدا. والندوة اللي بتكون والمؤتمر نهار التنين مع المحاورين، مع الأشخاص اللي بدهم يحكوا، كلهم على مستوى معين من الكفاءة والقدرة. وكلهم عندهم بهذا المجال أكثر من عمل تطبيقي. يعني نحن عندنا مثلا سيدنا المطران ميشيل عون في جبال، عنده هلأ لقاء جمع فيه أكثر من مرة على الأعياد كذا، لقاء جامع مسيحي مسلم حول الإنسان والتواصل والتعاون. وهيدي خطوة كانت مميزة، ولذلك كان اللي عمله واللي جمعنا من خلاله سيدنا المطران ميشيل عون كان رائع جدا. لأنه توافقوا كلهم في جبال أن أكون محطة للإنسان، طبعا نظرا لتعدد. نعم. أيضا الديانات في قضاء جبال، جبال يعني في كل الديانات طبعا، سني وشيعي ومسلم ومارونه وأرثوذكسي وكل الطوائف والمذاهب. كان له دور بهذا الموضوع، وكان له من هون سيكون له كلمة مميزة بمحور مميز من الفاتيكان الثاني إلى الوثيقة. يعني رح يكون عنده محور كتير أساسي. وأنا بركز على الأب شرب البعبود، لأنه هو سيكون المودراتور، يعني المودراتور هو ضليع بيعرف المحاورين. بعد ما اجتمعنا فيه وشفناه ضليع ومتفهم وراغب، لأنه عنده روحانية، هذا الأب روحانية مميزة، حب أنه يكون هو أحد المتكلمين من خلال إدارة هذه الندوة. أنا بدي أسألك أستاذ جادي عن شغلة أيضا في الوثيقة، وإلى أي مدى مهم نطبقها من لبنان وصولا إلى أماكن أخرى. أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة لبعثه مجددا في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحة والتنشئة السليمة والتحلي بالأخلاق والتمسك بالتعاليم الدينية لمواجهة النزاعات الفردية والأنانية والصدمية والتطرف والتعصب الأعمى. يعني إلى أي مدى التركيز دائما على دور العيلة في التربية لإنشاء هذا الجيل. نعم. الذي يعني ما بدي عمم كمان أستاذ جابي، بس في جيل بعيد كل البعد عن ما عن هذه المفاهيم والقيم الإنسانية. هيدا اللي قلناه نحن، إنه التكنولوجيا ما لازم نستفيد منها
بوجه الآخر، لازم نستفيد منها بوجه الإيجابي. العيلة، المدرسة، رجال الدين، المؤسسات، نحن إن كانت مؤسسات مسيحية ولا مؤسسات إسلامية، الكل يدعو إلى التعاون في سبيل هذا الولد أو الطفل أو الشاب. وهون حكينا يعني عن دور الجامعات، يعني جيلنا الأساس، نعم. يعني اللي هن مستقبل هيدا مستقبل هذا البلد. يعني الجامعات اليوم بتركيزها على مفهوم الإنساني والمواطني وحرية الرأي، حرية المعتقد، الفكر الإنساني، قبول الآخر، التعاطي بشكل صحيح مع الآخر، عدم الخوف، عدم الخوف من الآخر، هيدا الفوبيا يلي بحطوها بالإنسان، أنا أنت لازم تخاف من شريكك بالوطن. أنا كنت مع خيرت الرئيس وقت اللي كان عمل المؤتمر في فندق رويال بزيت المطرح عن إسلاموفوبيا، مصدر من وقتها بكلمة بكتيب، حكينا عن إسلاموفوبيا. ما بيسوى نحنا بهداك الوقت، هيدا أي سنة بتذكرنا؟ قبل ما يصير قبل رئيس، ما يعمل رئيس جمهورية، عند لما نحكى عن السينودوس بعتقد، نعم صح. هيدا كان وقتها عمل كتيب كان له رأي بهذا الموضوع، وهو اللي ركز على هاي العملية. كانت قبل الوثيقة كان الجنرال عون بهيدي الكلمة كان عم بيقول الانفتاح، الانفتاح، قبول الآخر، التعاون لإنقاذ لبنان. ما بيمشي لبنان بجناح الواحد، بده يمشي بجناحين، لذلك يجب أن نتعاون كلنا على إنقاذ وعدم لبنان. أنه ما حدا بيقدر يلغي حدا، أثبتت كل الحروب اللي مرقنا فيها أنه في ما في حدا يلغي حدا، ما في مجال أبدا. بالعكس، العودة إلى المدرسة، إلى الجامعة، الثقافي، الثقافة هي مفتاح لكل الشعوب. عدم الثقافة، عدم المدرسة بيروح على التطرف، على الإلحاد، على إلى الإكستريم من الميلتين، طبيعي النقيض من الميلتين، نعم، بيروح على الفقر، بيروح على يلي نحن نرفضه والوثيقة بترفضه. نعم أستاذ جابي، خلينا نروح لبريك قصير ومنتابع بالقسم الأخير. كمان بدي أحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع عدم استخدام مصطلح الأقليات يلي رائج جدا في عصرنا هيدا. مشاهدينا بريك صغير ومنتابع القسم الأخير من نبض بيروت لليلة. نحن مشاهدينا رجعنا لكم بالقسم الأخير من نبض بيروت. أستاذ جابي، قبل ما فوت أرجع على محاور الوثيقة، اللجنة يلي حضرتك مسؤول عن التنسيق مع المرجعيات الروحية متى تأسست وشو أهميتها بتيار يدعو دايما إلى الانفتاح على الآخر وعدم الانعزال، إلى أي مدى مهمة هو تنسيق طبعا مع كل المرجعيات الروحية من كافة الديانات في لبنان؟ هذا القسم أو اللجنة بلشت مع معالي الوزير جبران باسيل، واستلم كان في نائب رئيس معالي الوزير أولى الصحناوي، فكنا أول، أنا كنت معه بمكتب شؤون سياسية، بعدين إجت الأستاذة ما يخريش، واليوم الأستاذة مارتين نجم كتيلة. بس هيدا كان برنامج الوزير جبران باسيل، لأنه قلت لك أنا هو مهندس، فكان عنده هندسة لأقسام التيار بين لجان وأقسام ومرجعيات، وترافقنا نحن والإدارة بالتيار الوطني الحر على كل المحطات اللي قمنا فيها من زيارات ولقاءات، إنه نكون نحن عم نبث فكر الانفتاح باسم التيار الوطني الحر، لأنه نحن نتعاطى مع رجال الدين من خلال عمل تنسيقي. نحن مش مسؤولين، نحن نتعاون، مش مرجعية روحية، نعم، لأنه يعني نؤكد على مرجعيتهم ومنأكد على رسالتهم، ونحن منعتبر هذه الرسالة رسالة سامية، إن كانت مرجعيات دينية إسلامية أو مرجعيات دينية مسيحية. وفي شباب، في شباب رافقوا هيدي اللجنة أو هيدا القسم بعدة مراحل، شباب كلها مرتبة ومتعددة، يعني ماروني، كاثوليكي، روم، من كل أرمني، فيها جامعة بتكون إلى جانب الرئيس المهندس جبران باسيل للتعاون في التواصل مع كل المرجعيات إن كانت إسلامية أو مسيحية، ومنكون نحن فعلا عم نوصل رسالة قبل ما يكون في وثيقة الأخوة. وهلأ إجت الوثيقة واعتبرنا الوثيقة هي مرجعية صالحة
لهذا القسم ويكون ركيزي نحن على أساسه منكون عم مستندين لهذا الموضوع. بالوقت ذاته نتطلع إلى التيار الوطني الحر منشوف هذا التوافق ما بين مسار التيار الوطني الحر عبر تاريخه وعبر مؤسسه وعبر الوثيقة، وهيك بنكون نحن عم نتوافق على بنوده ونقول ما بكفي النظرية، نحن نتطلع إلى التطبيق مع كل شرائح المجتمع، مع كل المثقفين في هذا المجتمع، مع كل المسؤولين والمراجع في هذا المجتمع، إن كان حقوق الطفل، المرأة، المسن، المعوز، كل هذا، كل شرائح المجتمع اللي تحدثت عنها هذه الوثيقة. نحن نتطلع إلى إدارة وإلى حكومة وإلى دولة تقدر ترعى شؤون الإنسان كإنسان دون التطلع إلى طائفته، إذا كان ماروني كاثوليكي روم سني شيعي درزي، عيب نرجع بعدنا نتوقف عن نحن صرنا بهذا القرن مع هذه التكنولوجيا. يجب أن نستفيد من هذه الحضارات ومن هذه التجارب اللي مرقوا فيها اللي قبلنا، ونؤسس لنظرة جديدة لمجتمع صالح لدولة فعلا تؤمن أن الإنسان هو حجر الأساس فيها. استاذ جابي، مش بس بلبنان في هيدا، في عنصريه اينما كان في دول العالم، بنشوف دائما انه هناك خلق لنوايا حسنه، وبكل يعني ما لناس مشاهير كمان حكى من الاساس، يعني من لاعبين الفوتبول وصولا الى اكثر، العنصريه تمارس عليهم، الى المشاهير، الى الفنانين، الى الكل. استاذ جابي، في شيء كثير كمان لفتنا بالوثيقه، مفهوم المواطنه يقوم على المساواه في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل، يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنه الكامله والتخلي عن الاستخدام الاقصائي لمصطلح الاقليات الذي يحمل في طياته الاحساس بالعزله والدونيه. الى اي مدى وقت واحد تقول له انت اقليات اصلا، يعني ما بقى موجود، الى اي مدى بحس انه هو مدون غيره من الناس في هذا المجتمع؟ سؤال في اكثر من لقاء. كلنا أقليات في هذا العالم، ما في أكترية، هذا خطأ. كلنا أقليات، المحبة هي الجامعة، المحبة هي الأكثرية. ما فينا نقول نحن أكترية، لا يكفي يلي عدديا ما في أكترية، ما في أكترية. المحبة واللي بيحب أكثر واللي يعطي من ذاته أكثر واللي المؤمن بالله أكثر هو الأكثر عند ربنا. الأكثرية هي بإمكانية العطاء. بتقول الوثيقة على الشخص المقتدر أن يعطي ويساعد، هيك الوثيقة بتقول. يعني أنت مقتدر بنعمة الله، الله أنعم عليك هذا الاقتدار. إذا كنت عندك إمكانيات مادية يجب أن تعطي، عندك إمكانيات ثقافية يجب أن تعطي، عندك إمكانية لإيواء الناس ومساعدتها يجب أن تعطي. هذا العقد الاجتماعي المؤمن يجب أن يكون وسيلة لتوزيع المغانم والمساعدات والهبات واحتضان هذا المجتمع من خلال الإنسان يلي هو الأساس. نحن بنعرف تماما أن الله خلق الإنسان الأول، بعدين النبات، بعدين الجماد، وسلط الإنسان على هذا الكون، إنه على صورة الله ومثاله، وأجسادنا هي هياكل للروح القدس. نعم. مثل ما بيقول إيماننا المسيحي. مظبوط. ولكن بكل صراحة بالديانات الإسلامية ما في أبدا فرق، بيقول لك بسم الله بكذا وكذا وكذا، لكن المرجعية عندهم بيقول بسم الله الذي خلق البشر جميعا متساويين في الحقوق والواجبات والكرامة. بيقول بالنفس البشرية الطاهرة، باسم الفقراء والبؤساء والمحرومين، باسم الأيتام والأرامل، باسم الشعوب التي فقدت الأمن والسلام والتعايش، باسم الأخوة الإنسانية، باسم تلك الأخوة التي أرهقت سياسات التعصب والتفرقة، باسم الحرية التي وهبها الله لكل البشر فطرهم عليها وميزهم بها، فطرهم عليها. يعني أنت خلقت، أنت خلقت حر وليس عبد، لذلك عليك أن تعطي أخيك الإنسان، أخوك الإنسان هو واجب اجتماعي عليك إذا كنت مقتدر أنك تعطيه. من الفتات فلس الأرملة إلى ما أمكن
لانه بعدم ما تعطي بعدم ما ربنا الزكاة يعطيك. في الدين الاسلامي هي من, نعم. من الفرائض. ورجع كمل باسم العدل والرحمه باسم كل الاشخاص ذوي الارادات الصالحه باسم الله واسم كل ما سبق يعلن الازهر الشريف ومن حوله المسلمون في مشارق الارض ومغاربها والكنيسه الكاثوليكيه ومن حولها الكاثوليك في الشرق والغرب. يعني نحن هون الثقافه هي درب لهذا المجتمع المتنوع. وبيقول بإحدى محطاته بيقول الله منه بحاجة, يعني بيقول وإنه عز وجل إن الله في غنى عن من يدافع عنه باسم الدين ويرهب الآخرين صحيح. باسم الدين وباسمه. نحن هون أنا بشكرك على هذا اللقاء وإن شاء الله بنكون نحن وياك في الندمة نهار الاثنين في فندق الرويال وبيكون فيها هذا الكم والنوع من الخلاصة من كل ما يحصل. نحن توجهنا لأكثر من شريحة على مستوى الفكري الثقافي. الشباب فعلا باللجنة عملوا مجهود في التواصل مع أكثر من شخص على الاتصال شخصي وفردي في الدعوة للإضاءة على هذه الوثيقة ومنعتبرها مرجعية وهي تتناسب مع فكر التيار الوطني الحر. وأنا أكد لك أنه مسار التيار الوطني الحر هو من ضمن الأخوة الإنسانية. هذه الوثيقة هي للسلام العالمي والعيش المشترك الذي أتمناه للبنان وأن يكون لبنان يتمتع بأفضل واقع على مستوى الدولة والمجتمع والمدرسة والجامعة والإنسان والتربية والعائلة. أستاذ جابي حكيت عن موضوع العبودية, يمكن العبودية بالعصور القديمة كان لها مفهوم استعباد الإنسان بجسده, إنما اليوم هناك استعباد للإنسان بفكره بالتأثير عليه علامي. بتأثير الوسائل التواصل على شكل المرأة على شكل الولد على شكل الإنسان. يعني عدم تقبل وجودنا كما هو, عدم تقبل شكلنا وعدم تقبل حياتنا. عم ينرفضوا يعني عطول التمرد على الواقع يلي هو بأيامات ما عم بيكون صحيح. نحن بأمس الحاجة ستنا للأخوة الإنسانية ولهذه الوثيقة, هي طريق إلى السلام العالمي وليس لبنان. نحن لبنان بأمس الحاجة, نحن كلنا يعلم أن لبنان بأمس الحاجة لهذا السلام, ولكن هذه الوثيقة تتطلع إلى السلام العالمي. يعني لسوء الحظ نحن نمر بظروف كثير دقيقة صعبة على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي, آملين أن الله يرعى الجميع ويساعد الجميع ويكون لبنان من بين الذي اختارهم الله لأن يكون فردوس لهذا الكون. بدي ارجع على شغلة كمان, تغييب الضمير, إن هذا الإعلان الذي يأتي انطلاقا من تأمل عميق لواقع عالمنا المعاصر وتقدير نجاحاته ومعايشة آلامه ومأسيه وكوارثه ليؤمن إيماناً جازما بأن أهم أسباب أزمة العالم يعود إلى تغييب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق الدينية واستدعاء النزعة الفردية والفلسفات المادية التي تؤله الإنسان وتضع القيم المادية الدنيوية موضع المبادئ العليا. هلا اللي كنا عم بحكيه هلا, عندما غلبنا المادة على الحياة الروحية وعلى الله الثقافة. أعطى الإنسان السلطة, كل ما حصل خطأ الإنسان أمام الله. الله أعطيك القدرة على سلطه على جميع ممتلكاته. أيوة, لأنه أعطيك فكر, هذه نعمة. الله أعطينا الحياة, أعطينا النعمة, أعطينا الفكر لإدارة هذا الكون. كل الإساءة اللي عم تحصل هي ضد الله, وهون نحن نكون عم نبتعد عن الله. نحن ندعو إلى الإيمان بالله بالطريقة اللي بيريدها الإنسان, بس المهم أنه يكون مؤمن. أستاذ جابي, الندوة حكينا مين رح يشارك فيها, إنما نعم. على مستوى الحضور من دعي, كيف تواصلتوا مع الناس ودعيتون, مين المدعو, مش هل سيكون حضور رح يكون الحضور رسمي رسمي نعم مش شعبي طبعا, ولكن مين ما بحب يحضر أكيد, بس ولكن الدعوات وجهت لدكاترة لأساتذة لجامعيين لمفكرين لرؤساء جامعة. يعني هي للي حكيت عنه الوثيقة للمؤثرين في هذا المجتمع, تكون العملية أكثر ندوي فكرية
يكون فيها المتكلمين مع المتحاورين قادرين يسمعوا بعضهم وقادرين يتعاونوا على الانطلاقة بهذه المحطة، على أن تكون لنا محطات بهذه الوسيلة في السنين القادمة إذا الله أراد، بيكون التيار الوطني الحر رائد في هذه المسيرة بهذه الوثيقة على مستوى التطبيق، وأن يكون انفتاح التيار الوطني الحر على المجتمع كانفتاح من خلال هذه الندوة وباقي الندوات يلي جاي من ضمن برنامج عم يتحضر مع نائبة الرئيس للشؤون السياسية الفي بي مارتين نجم كتير. يعني أستاذ جابي رح يكون في هناك متابعة على كل هذا الموضوع. نعم، في برنامج رح يصدر توصيات عن هذه الندوة. هي استلمت جديد هلأ. نعم. ونحن نتعاون معها كقسم التنسيق مع المرجعيات الروحية. مع المرجعيات الروحية هذا التنسيق عم نحضر نحن وياها لبرنامج رح تكون هي حاطة فيه النظرة كمكتب شؤون سياسية داعم للتيار بفكر التيار الوطني الحر، تشرح هذا الانفتاح وهذا التنوع المطلوب، لأنه نحن ما عندنا فريق واحد بالتيار، في مسلم وفي مسيحي وفي بقلب اللجنة أنا معي ناس سنة ومعي ناس دروز ومعي ناس طبعا هيدا المطلوب أن يكون هناك حوار، هي جامعة تنتواصل مع كل المرجعيات إن كانت مسلمة أو مسيحية وننقل فكرة التيار الوطني الحر كانفتاح وليس انغلاق، التعاون لبناء دولة، التعاون لبناء فكر صحيح على مستوى الأسرة، على مستوى الجامعة، المدرسة، الدولة، ونترك للشأن السياسي يلي هو القسم يلي الفاصل على مستوى المرجعيات إن كان اتفاقيات أو توافق أو حروب أو يعني قضايا سياسية إن كان مجلسية بحكومة. أنا ما بدي انتخابات الرئاسة هذه كلها نحن بس أنا ما بدي فوت فيها، بس ولكن نحن منأكد أنه الكل يقول، أنا كمواطن عادي بقول نحن بحاجة لانتخاب رئيس جمهورية لوضع كل الأمور في نصابها، أتمنى أن تحصل اليوم قبل بكرة، وعلى أمل يكون هذا المجتمع مجتمع معطاء خير إنساني يتطلع إلى الضعيف، يساعد الفقير، يساعد المعوز، ونحن منكون كلنا سوا بألف خير وسلامة. أستاذ جابي رح يصدر توصيات عن هذه الندوة، يعني رح نعم يكون في نعم بيان مكتوب يوزع على كل الناس. من بعد ما نخلص ونجمع كل الكلمات سيكون لنا محطة بهذا الموضوع، بيكون الست مارتين نجم كتيلي رح يكون في عنا كمكتب شؤون السياسية، يكون عنا محطة من ضمن المحطات يلي القادمة، يعني عم بتحضروا دايما لقصص نعم خاصة نعم انطلاقا من هذه الوثيقة بذات الاتجاه، لأنه لازم يكون مكتب شؤون سياسية عم بيتابع الوضع السياسي من خلال الواقع الاجتماعي، ورح يكون في عنا أكثر من محطة مش محطة واحدة. أستاذ جابي كمان بدأ أسأل عن سؤال مهم، أنه نحن من بعد ما تصدر التوصيات وأنتوا ركزتوا على أهمية النظرية والتطبيق، نعم شو المطلوب لتطبيق هذه الوثيقة على أرض الواقع، يعني من دون ما نكون عم نحكي مثاليات إذا بدنا نقول بمحل التطبيق معين؟ التطبيق هيدا كتير سؤال كتير مهم وركيزي، لأنه الناس عم تسمعنا، ما فينا نضل نحكي نظريات، نحن عندما نقول جامعة نظريات شيء حلو بس التطبيق هو الأصعب. نعم، لذلك من الكنيسة إلى المجتمع بدنا نساعد الناس من خلال تشريعات اللي طلبتها الكنيسة، خففوا عن كاهل الشعب، لازم نروح على التطبيق بمساعدة الناس، نحن ما لازم يبقى واحد عنده هذه الصعوبة للاستحصال إن كان على وظيفة إن كان على مورد عيشه إن كان على دخوله للمستشفى. هلا أستاذ جابي يعني في كوارث في الموضوع، كوارث نحن مش بس دخوله للمستشفى، حتى اللي معه مصاري اليوم مش قادر أمام الضائقة المالية اللي خلقوها للشعب اللبناني، اليوم اللي عنده مصاري بالبنك ما قادر يحصل عليها، اللي معه مصاري ما قادر يشتري دواء، نحن هذه الوثيقة تتطلع إلى كل هؤلاء الناس، كل هذه الشرائح، نحن منقول يجب تطبيقها من خلال مثل ما قلت لك الجامعات، المدارس، دور العبادة، رجال الدين، الفلاسفة، المفكرين، هؤلاء الأشخاص اللي بيضعوا نظرية المجتمع السليم. هذا المجتمع السليم يلي إذا بدأ انطلق من لبنان لروح للعالم كله، يلي نحن بعدنا مثل ما قلنا عنا شوي الحفاظ على الأسرة والعيلة وتربية الأولاد بشكل صحيح، يعني نحن بمجتمعات العالم الغربي الطفل صار يحق له يكون بسينة إذا بده أو يغير جنسه أو يغير كل هيدا الأشياء، هيدا مفهوم خطير. هيدي الوسيقى
هذا مش بس للوثيقة، هيدا للخلق البشري، يعني لأن الله خلقهما ذكرا وأنثى لا يعملوا هذه الأسرة. هيدي طرقتي لشغلة كتير دقيقة وكتير أنا هذا بدي أختم فيها لأنه يعني أنا بعد معي أربع دقائق. هيدي خبرية المجتمع الغربي، ما أنا مش بباب التحدي مش بباب الانتقاد أكيد، بس بدي أقول لك شغلة، أنه يقولوا للولد أنت شي أو هي أنت بتنقي، يعني بتصور أنه شوي صارت يعني أوفر. نحن اليوم ربنا خلقه كإنسان يا ذكر يا أنثى، هلأ عنده بعض الانحراف ببعض الأشخاص مش معناتها منعمم مع كل العالم، لا وكل شيء له علاج وكل شيء طبيعي ما هي إصابة يعني من الإصابات الآخر. طبيعي، هيدي إصابة من الإصابات، الإصابة ما بتعمم على الجميع، مش إنه أي ولد بيقدر ينقي هي ورشي، يعني هو ما وقفت على هيك أستاذ جابي، وقفت على أنه نتحول إلى شيء آخر غير مزبوط. الإنسان أنا ما حبيت إني فوت فيها لحتى أقول نتطلع إلى الديانة، إلى الله، إلى الإنسان الذي يسمو بمحبته لله، ينتقل الذي يسمو على كل المخلوقات، مظبوط، ينتقل إن كان باتجاه الدين الإسلامي أو باتجاه الدين المسيحي. هذا الإنسان بقدر ما قربه إلى الله بقدر سموه إلى الله، يعني أنت تسمو عندما تفكر جليا بالله بقدرة الله وبنعمة الله عليك أنك موجود كائن حي، يعني الله بحبك وبعدك موجود. الله بحبنا ككائنات حية وخلقنا على صورته ومثاله لنكون هيكل مثل ما قلنا يعني بكل الإيمان، بس أنا عم بحكي بالإنجيل، هيكل لهذا الروح القدس، ولا ننس أجسادنا، وأنه نكون نحن ما نقتل باسم الدين، ما نسرق باسم الدين، وما نعمل كل هيدا اللي حكيت عنا الوثيقة أيضا. كلمة أستاذ جابي بموضوع، بل ما تقتل باسم الدين، قال لك الله حب خيك، حبه مش تقتله، باركوا لعينيكم، حبه مش تقتله، مش لا تقتل بس ما بيكفي، لازم تحب خيك، لازم بمحبتك لإله تغطي كل شيء وسط كل ما نشهده، يعني من قتل باسم الدين والإرهاب. الخي المسلم، الخي الدرزي، الخي الكاثوليكي، الخي الماروني، الخي يعني الأخ في الإنسانية، هذا هو الأخ، الأخ في الإنسانية، بمحبتك كإنسان مقتدر، عندك إمكانيات، عندك سلطة، أنت مسؤول، أنت رجل دين، أنت رئيس جامعة، أن تساعد هذا الإنسان كي يكون على صورة الله ومثاله بنعمته تعالى. هذا المطلوب، هذا هو التطبيق. يعني ما نكون نحن بنقرأ النص ونطلع هيك انه نحن شو فينا نعمل، هي ما عندنا امكانيات، لا كل واحد ببلش من حاله استاذ جابي وبيطبق يلي لازم يطبقه. بدي كلمة أخيرة منك عن الندوة نهار التنين، نتأمل حضوري الندوة نهار التنين إن شاء الله. الندوة نتطلع أنها تكون مميزة في فندق رويال، اللي شرفونا كمحاورين مميزين، ثلاثة دكاترة عندهم من الباع الطويل في هذا الحقل الإسلامي المسيحي وإلهم دور مميز، وثلاث رجال دين كمان تميزوا على هذا المستوى، نعتز بوجودهم بيناتنا، نشكرهم سلفا على قبولهم ليكونوا محاورين، بشكر المحاور يلي هو بيناتهم الأب شربل الأنطوني شربل بوعبود، شربل بوعبود، وأنا بقول لك بكل صراحة ستكون ندوة إذا الله أراد بكل ما لها من معنى، إن كان على مستوى التطبيق أو على مستوى التركيز على هذه الوثيقة، أنها وثيقة للإنسانية للسلام العالمي، نعم، ولبنان بأمس الحاجة لهذا السلام، نتطلع إلى الإعلام كي يكون هو المثل والمثال في نقل الصورة لهذه الوثيقة وشرحها على كل المستويات للاهتمام بتطبيق بنودها لأنها طويلة، ما قدرنا ما تسنى لنا أنه نفوت عليها بس بكل أكيد رح يكون المحلقات مقبلة بعد هذه الندوة. نحن بتصرفي، أنا بدي أشكرك وأنا بشكرك كمان، بدي أشكرك على هالحلقة، مشاهدينا أو تي في وكل مشاهدين الأو تي في، أنا ممنونك فعلا، وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا، على أمل أنه وثيقة الأخوة الإنسانية تكون مسار تطبيق لكل حياتنا أيضا، لتقبلنا للآخر ولقبولنا
بأنه ما نصنف الناس لحسب دينهم ولا شكلهم ولا لونهم ولا عرقهم. أنا بتمنى لكم أمسية هادئة وبلتقيكم الأسبوع المقبل، وأكيد رح يكون في هناك كلمة رئيس التيار الوطني الحر ستبث مباشرة يوم الاثنين من بعد اختتام هذه الندوة. تابعونا ودائما تابعوا برامج الأو تي في. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.